النادي الصفاقسي دخل المباراة دون مقدمات، وهيكل قمام ديه حاول مباغتة باليسار خارج إطار العموري. محاولة رد عليها حمزة الأحمر بكرة ثابتة مباشرة بجانب مرمى جريدي. الربع الساعة الأول سعى فيه ضيوف للسيطرة على وسط الميدان والأرقة، في حين لعب المحليين الهجومات المعاكسة اللي نشطها بامتياز حمزة الأحمر وتقولي باكير آلي نوفو. الأمل يخسر خدمات قائده علي الهمامي لداعي الإصابة، وسيم القاسمي يأخذ مكانه. والركنيات تأتي بجديد للسي اس اس في 24 دقيقة لعب بعد تنفيذ على المقاس من علي معلول، ارتباك في دفاع الأمل، وأمين عباس في المكان المناسب يعطي الأسبقية للضيوف. هجوم الأمل يعجز على الرد، عزة تامة لباكير، ولسعد الدريدي غادر الميدان بدعي الإصابة يخلي مكانه المهاجم رشدي جربوعي. ثم ماراثون بتاع مقابلات صعاب، قاعدين نحضروا في مقابلاتنا بصفة عادية، معناها ساغيف ساعات ديزاكسيدون، معناها سيغ مع التيران يزلق شوية. الربع ساعة الأخير من الفترة الأولى مردود الخط الأمامي للأمل يتحسن، ورأسية خالد هماني في مناسبة أولى، وحمزة الأحمر بمخلفة مباشرة في مناسبة ثانية كان ليهم الجريدي بالمرصاد، لينتهي الشوط الأول بتقدم النادي الصفاقسي على مال حمام سوسة بواحد بلاش. الفترة الثانية يدخل هجوم السي اس اس كما بداها، وعرضية محمد علي منصر تتجاوز رأسية حمدي رويدو وقمامدي. الرد تكفل به الشاب الواعد حمزة الأحمر اللي عول على فنيته ويسدد باليسار فوق مرمى جريدي. الأحمر مثل عبء ثقيل على دفاع النادي الصفاقسي، وهدى المدافع محمد صلاح الدربيلي كرة تعديل الكفة بعدما أحسن تنفيذ مخالفة في محور دفاع الضيوف، والدربيلي استغل خروج الخطأ لجريدي ويعيد المباراة إلى نقطة الصفر. وللأرقام هدف محمد صلاح الدربيلي هو الثالث في رصيده منذ انطلاق الموسم. 1-1 بين الفريقين بعد ربع ساعة منذ انطلاق الشوط الثاني. ونبيل الكوكي اللي تبع المباراة من مدارج بوعلي الأحوار بسبب العقوبة المسلطة عليه يجري تغييرات بالجملة. خروج هيثم بن سالم وغازي شلوف، ودخول كل من فخر الدين يوسف والليبي زكريا اللافي. الربع ساعة الأخيرة المباراة انخفض فيه النسق الفني من الجانبين، حتى البطاقة الحمراء اللي ترفعت في وجه لاعب السي اس اس محمد علي منصر بعد جمع الإنذارين ما رشحتش كافة المحليين رغم الزيادة العددية في الصفوف، وثلاثة دقائق وقت بديل اللي أضاف الحكم مير العربي لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1 بين الفريقين. هو السادس الأمل على أرضية ميدانه والخامس السي اس اس من خارج الديار. ضيعنا دو بوان هامين برشا سيرتور بعد تعثر نادي الرياضي بن زرتي، مي في نفس الوقت ما خسرناش، دونك لازمنا نواصلوا هكا. عندنا لقاء نادي الرياضي بن زرتي بالحق، ما فما حاجه نحب نرجع لها شويه، جوست إلي طون باش يرجعوا لي زاربيتر ترونجي، خاطر بكل صراحه ما فما حتى مستوى معناتها نتاع تحكيم في تونس. كما كنا منتظرين كانت مقابله صعيبه، وزاد الاصابه لنا الامور نتاعنا هو لي بليسير في الشوط الاول، ومعناتها مردود اللاعبين كان ايجابي. الشوط الثاني تحسنت، معناها تحسن المردود افضل من الشوط الاول، ورجعنا من بعيد، معناها وصلنا باش عدلنا، وكنا نطمحوا اكثر في الفوز، لكن تعادل عادل نقول.